My dear students, welcome to the 23rd episode, Unit 2, Lesson 1A. In this episode, we will start in Unit 2, and we will start in the first lesson, Lesson 1A. أعزائي الطلبة, أهلا بكم في الحلقة الثالثة والعشرون. وفي هذه الحلقة سنبدأ في الوحدة الثانية والدرس الأول من الوحدة الثانية, طبعا الجزء الأول من الدرس الأول في الوحدة الثانية اللي هو Lesson 1A, هتكون فيه له تكملة, يعني Lesson 1B تكملة لهذا الدرس في حلقة القادمة بإذن الله تعالى. In this unit, Unit 2, we will talk about education. Education يعني بمعنى التعليم. Education هو عنوان الوحدة الثانية بالكامل. Education بمعنى التعليم. Lesson 1, الدرس الأول في الوحدة الثانية, at school بمعنى في المدرسة. وهنبدو البداية ب الفوكابولاري اللي هن المفردات أو الكلمات الجديدة اللي في الدرس, اللي هن school subjects and some collocations, يعني المواد الدراسية وبعض التركيبات اللغوية, مجموعة كلمات جان مع بعض تسمى collocation, يعني كلمات تجي مع بعضها تعطي معنى زي الفريز, لكن دائما تنتعرف على البعض منهن. collocations عندنا في منهن مجموعة كبيرة, طبعا نتعرف البداية على الكلمات الجديدة عندنا. History بمعنى التاريخ, بمعنى التاريخ, مادة التاريخ كمادة دراسية يعني. Geography هي مادة الجغرافيا. Biology هي مادة الأحياء. Chemistry هي مادة الكيمياء. Physics هي مادة الفيزياء. History, Geography, Biology, Chemistry, Physics. عندنا هنا الـ collocations اللي قلنا عليهن. Give a presentation بمعنى يعني, طبعا كلمة give بمعنى يعطي, يعني يعطي تقديم أو يقدم عرض, يعني بمعنى هنا يعني هذه هي الكوليكيشن, يعني عادة هنا زي الفريزز يعطن معنى, يعني ما نقدرش نقول مثلا present a presentation لأن كلمة present معناها يقدم, لكن هنا عندنا كلمة give تجي مع give a presentation بمعنى يقدم عرض. take an exam بمعنى يعني يقوم بامتحان, يعني لديه امتحان. لما نقول I am taking an exam معناها أنا عندي امتحان, ما نقدرش نقول I am doing an exam. هذا هو collocation, يعني take an exam لازم هذين ينحفظا التركيبات هذين لأنها يجن بهذه الطريقة ونتعود عليهن واستعمالهن. Write a report يعني معناها يكتب تقريرا. Give a presentation, take an exam, write a report. Exercise A, match the pictures and the words, لائم الصور والكلمات. Say what the students are doing, قل ماذا يفعل الطلبة. اللائم نحن بين الصور والكلمات هنشوفوها مع بعضنا الآن. هذين مجموعة صور A, B, C, D, E, وعندنا هنا الكلمات اللي في الأسفل اللي هنا use the self-access center, watch a film, write a report, give a presentation, take an exam. تعرفنا على معانيهن طبعا. نحن use the self-access center بمعنى يستخدم مركز التعلم الذاتي, watch a film يشاهد فيلم, write a report يكتب تقرير, give a presentation بمعنى يقدم عرض, take an exam بمعنى يقوم بالامتحان. نشاهده مع بعضنا كل صورة شن يدير فيها الطالب أو مجموعة الطلبة. Picture A, he is giving a presentation.
لأن طبعا هنا قال لي شنو قال لي say what the students are doing بالpresent continuous نحن نجاوبه بنفس الزمن يعني this student is giving a presentation هذا الطالب يعطي أو يقدم في عرض تقديمي أمام الطلبة هو يعني يحضر موضوع ويتكلم عليه أمام الطلبة هذا هو البرزنتيشن B الصورة B اللي هي بيكتشر هذه اللي هي write a report this student is writing a report هذا الطالب يكتب تقرير بيكتشر C طبعا قاعدين شنو يديروا هذوما watch a film some students are watching a film بعض الطلبة يشاهدون الفيلم بيكتشر دي طبعا هنا حنوصلوها لشنو take an exam take an exam بمعنى يقوم بامتحان some students are taking an exam لما نديرها في جملة كاملة يعني الصورة الأخيرة اللي هي E هذوما مجموعة طلبة وين قاعدين شنو use the self-like center يستخدمونها في مركز التعلم الذاتي اللي هي هذه بيكتشر E فحنقول شنو some students are using the self-access center نمشوا للتمارين التالي exercise B look at Adam's timetable انظر إلى الجدول جدول آدم timetable هو طبعا الجدول زمني للمحاضرات أو للحصص ask and answer questions اسأل وأجب أسئلة هنا أمامنا الجدول اللي هو تايم تيبل زي ما احنا شايفين كي the days of the week أيام الأسبوع Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and these are the times of the lectures we have a break here في استراحة هنا from 11 to 11:30 the first lecture starts at 8 some lectures are for just 1 hour and some others for 2 hours يعني بعض المحاضرات لمدة ساعة وبعض هذه زي هذه مثلا جيوغرافي من 8 إلى 9 وبعدين عندنا إنجليش من 9 إلى 10 وبعدين عندنا ماثس اللي هي الرياضيات من 10 إلى 11 هنا عندنا ساعتين من 8 إلى 10 اللي هي بيولوجي اللي هو الأحياء عموما شو مطلوب مني نحن هنا طبعا خذينا المواد الدراسية هذينا عرفناهن هيستوري جيوغرافي فيزيكس كيمستري بيولوجي تاريخ جغرافيا فيزياء كيمياء أحياء في إضافة هنا ربما تكون ماثس اللي هي الرياضيات ماثس وعندنا هنا إنجليش اللي هي اللغة الإنجليزية طيب كيف تكون تو طريقة الأسئلة how often أو how often often أو often الطريقتين في النطق صحيحات how often does Adam have history معناها كم عدد المرات اللي عنده مادة التاريخ يعني كم عدد المرات آدم عنده مادة التاريخ شوف أنا الهيستوري شوف الجدول كم عنده محاضرة how many lectures 1 2 2 معناها نقول شنو he has history twice a week twice بمعنى مرتين once معناها مرة واحدة الاخرات نقدر نقول 3 times 4 times ونقدر نقول 3 lectures مثلا نقدر نقول 3 lectures ثلاث محاضرات او نقدر نقول 3 times he has مثلا he has history 3 times a week عنده التاريخ ثلاث مرات في الاسبوع معناها ثلاث محاضرات في الاسبوع تمام نسأله بهذه الطريقة how often does Adam have for example English مباشرة نعد الانجليش هنا 1 2 3 4 times معناها نقول شنو he has English 4 times a week 4 times a week 4 مرات في الأسبوع how often does Adam have geography 1 2 He has geography twice a week. وهكذا بهذا الشكل. How often does Adam have? نغير اسم المادة هنا. وبعدين نجاوب على حسب العدد الحصص أو المحاضرات الموجودة في الجدول الأسبوعي.
هنقول he has نسمي اسم المادة في الإجابة طبعا اللي سألت عليها وبعدين نقول once أو twice أو three times أو four times على حسب الجدول اللي أمامي. أعتقد أنه سهل جدا, تمرين سهل ومهم من يتعودوا فيه عليه في يعني في الفصل بالمحادثة مع بعضنا ومع الطلبة يعني مع بعضنا البعض. نمشي للتمارين التالي exercise C. Listen to Adam and do exercises A and B on page 17 of the workbook. استمع إلى آدم وقم بالتمارين A و B في الصفحة 17 في الworkbook. طبعا نحن عندنا هنا التمارين A في الworkbook عشان نسمع ونحل التمارين مباشرة. Listen and tick the subjects Adam mentions. يعني معناها استمع وأشر على المواد التي يذكرها آدم. طبعا نحن حنسمع آدم يتحدث بدون ما نشوف الكلام اللي يقول فيه, يعني حنسمعه بس listening يعني, وفي نفس الوقت حنشوف أمامنا المواد هذين اللي هن English, Maths, Arabic, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Computers. حنسمع آدم يتحدث ونأشر على المواد اللي يذكرها زي ما طلب مني في التمارين. Listen and tick the subjects Adam mentions. School has just started. I have a lot of work, but I like seeing my friends again. This is my new timetable. I'm in year 10 this year, which means I'm taking a lot of new subjects, like chemistry and biology. I love science, and I think I will really like my science classes this year. My favourite class so far this year is geography. Yesterday, we watched a film about Antarctica in geography class. I love watching films because I can see what other countries look like. Antarctica is really interesting. My geography teacher said it is the coldest continent. I'm going to write a report about it. This afternoon, I'm going to the self-access centre to borrow some books for my report. I like writing reports, but I don't like giving presentations. My English teacher told me I have to give a presentation about my trip to England. My cousin is going to lend me some maps and photographs he took when we were there last year. But I am still really nervous. I don't like talking in front of the class. I also hate taking exams. But I suppose everybody does. إذن استمعنا إلى آدم تحدث عن البرزنتيشن اللي هو قدم فيه عن سكول وسكول سبجكتس والمواد اللي يحبها والمواد, إنه هو بيبدأ في عام دراسي جديد فهو متوقع إنه هو يلقى مواد جديدة. وقال إنه هو يعني هيقرأ الكيمستري بيولوجي أو المواد هكارين, وبعدين إنه قال أفضل مادة لي هي جيوغرافي, وبعدين حكى على بعض الأشياء تتعلق بالجيوغرافي, حكى عن أنتاركتيكا اللي هو القارة القطبية الجنوبية إن هي أبرد مكان في العالم, وبعدين حكى على البرزنتيشن هو محبش يعطي البرزنتيشن, لكن معلم اللغة الإنجليزية اللي هو قال my English teacher يعني قال له أنا لازم إنك تعطي البرزنتيشن. فهذين هن المواد اللي ذكرهن, هن الكيمستري بيولوجي جيوغرافي إنجليش. نشوف التمارين التالي حتى هو يعني حيكون فيه listening, نفس listening حنعودوه مرة أخرى. Match the beginnings and endings of the sentences. يعني هنا معناها شنو؟ لائم بين بدايات ونهايات الجمل. Then listen again and check. ثم استمع مرة أخرى وتأكد. عندي هنا آدم likes. طبعا ليش هنديره في إس هنا؟ لأن آدم يعني ضمير الفاعل هي present simple tense, هذا زمن مضارع بسيط. آدم likes يعني he likes, he loves, he likes, he doesn't like, he hates. دائما في اس في الفعل هنا لأن عندي الفاعل هي ولأن الجملة هذه تعتبر present simple tense اللي كان في الوحدة الأولى.
Adam likes seeing in يحب رؤية من all his friends again. طبعا من خلال ما سمعنا listening وقال أنا نحب نشوف أصدقائي مرة أخرى. Number two, Adam loves watching. يحب مشاهدة شنو؟ مباشرة نعرف أنه مشاهدة films. Films يعني ممكن أنا نوصلهم حتى بدون ما يكون مثلا عندي أنا سمعت آدم يحكي، لكن في بعض الأشياء يعني اللي هن الكولوكيشنز اللي حكينا عليهم. تو لما نجي مثلا number three نقول Adam likes writing. Writing what? Writing exams؟ لا. Writing presentations؟ لا. Writing reports. يعني يحب كتابة شنو؟ التقارير. معنى هذه هتكون reports مع number three. Number four, Adam doesn't like giving presentations. ما يحبش أنه هو يعطي عروض تقديمية، أنه هو يقدم أي عرض تقديمي. Number five, Adam hates. Hates بمعنى يكره يعني. Adam hates taking. من فعل take مع ing طبعا هنا. Taking exams. ونحن قلنا take an exam هذا يعتبر أيضا collocation. هذين لازم نحفظون التركيبات هذين. Take an exam, give a presentation, write a report, watch a film, see all his friends. إذن طلب مني هو أني نوصل وبعدين نسمع مرة ثانية وأن نتأكد من إجابتي هل هي صحيحة أو لا. طبعا هو listening التالي هو نفس listening اللي سمعناها الآن، هنسمعوه مرة أخرى. Listen again and check. Listen again and check. School has just started. I have a lot of work, but I like seeing my friends again. This is my new timetable. I'm in year 10 this year, which means I'm taking a lot of new subjects, like chemistry and biology. I love science, and I think I will really like my science classes this year. My favourite class so far this year is geography. Yesterday, we watched a film about Antarctica in geography class. I love watching films because I can see what other countries look like. Antarctica is really interesting. My geography teacher said it is the coldest continent. I'm going to write a report about it. This afternoon, I'm going to the Self-Access Centre to borrow some books for my report. I like writing reports, but I don't like giving presentations. My English teacher told me I have to give a presentation about my trip to England. My cousin is going to lend me some maps and photographs he took when we were there last year. But I am still really nervous. I don't like talking in front of the class. I also hate taking exams. But I suppose everybody does. إذن استمعنا لآدم وتأكدنا من إجاباتنا ولاحظنا أن لما كان يتكلم عن نفسه كان يقول I like, I love, I don't like, I hate لأن كان subject I، لكن هنا لما يكون subject آدم بمعنى هي أصبح ضفنا الاس للفعل هي. آدم likes، آدم loves، وهكذا. إذن نمشوا للشريحة التالية الآن. طبعا بعد ما استمعنا مرتين لآدم يتحدث وحلينا التمرينات اللي هي خاصة بالليسنينج، الآن سنستمع إلى آدم مرة أخرى لنفس الكلام اللي كنا سمعناه بس هنسمعوه ونقروه المرة هذه يكون مكتوب أمامنا. طبعا هنا قال في البداية شنو؟ School has just started. هذه الزمن الجملة هذه شنو؟ هذه present perfect اللي هو طبعا has والpast participle للفعل. I have a lot of work. لدي الكثير من العمل. But I like seeing my friends again. لكن نحب نشوف أصدقائي مرة أخرى. This is my new timetable. هذا جدول جديد متاعي. I am in year 10 this year. أنا في الصف العاشر هذا العام. Which means I'm taking a lot of new subjects. هنتبع مع بعضنا بالاستماع والقراءة. وأعتقد أن ما فيش كلمات صعبة. لو في كلمات صعبة ممكن هنحكوا عليهن بعد شوية. Chemistry and biology. I love science. Science معناها علوم طبعا. And I think I will really like my science classes
this year. نحب يعني دروس العلوم في هذا العام. My favorite class so far, حتى الآن يعني المادة المفضلة أو الدرس المفضل بالنسبة لنا this year is geography. Yesterday we watched a film about Antarctica. Antarctica اللي هي القارة القطبية الجنوبية in geography class. I love watching films because I can see what other countries look like. كيف تبدو الدول الأخرى. Antarctica is really interesting. My geography teacher said it is the coldest continent. Continent معناها قارة, هي أبرد قارة. I am going to write a report about it this afternoon. I am going to the self-access center to borrow some books for my report. لكي أستعير بعض الكتب للتقرير الخاص بي. نسمع طبعا ما زال في جزء ثالث من جزء آخر من هذه من هذا البرزنتيشن الخاص بآدم. نسمعه مرة أخرى مع القراءة. School has just started. I have a lot of work, but I like seeing my friends again. This is my new timetable. I'm in year 10 this year, which means I'm taking a lot of new subjects, like chemistry and biology. I love science, and I think I will really like my science classes this year. My favourite class so far this year is geography. Yesterday, we watched a film about Antarctica in geography class. I love watching films because I can see what other countries look like. Antarctica is really interesting. My geography teacher said it is the coldest continent. I'm going to write a report about it. This afternoon, I'm going to the self-access centre to borrow some books for my report. I like writing reports, but I don't like giving presentations. My English teacher told me I have to give a presentation about my trip to England. My cousin is going to lend me some maps and photographs he took when we were there last year. But I am still really nervous. I don't like talking in front of the class. I also hate taking exams. But I suppose everybody does. ولكن أعتقد أن كل شخص يعني يكره الامتحانات. طبعا هنا يعني زي ما تبعنا قال أنه هو حيعطي أنه معلم إنجليزي قال يعني لازم I have to give a presentation, أنا أعطي تقديم أو عرض تقديمي about my trip to England, لرحلتي لإنجلترا. My cousin is going to lend me some maps, وهذه طبعا هركزوا عليها نحن, lend me وأيضا borrow something, lend me borrow something, هي حنشرحها إن شاء الله في الحلقة التالية ربما في القاعدة الخاصة بهذا الدرس. And photographs, وبعض الصور he took when we were there last year, يعني التقطن لما كنا هناك العام الماضي. But I am still really nervous, أنا مازلت متوتر يعني. I don't like talking in front of the class, ما أحبش أتكلم أمام الفصل. I also hate taking exams, وأيضا أكره يعني أن يقوم بالامتحانات. But I suppose everybody does, ولكن أعتقد أن الجميع يعني يكره الامتحانات. كان هذا بداية الدرس الأول في الوحدة الثانية اللي هو at school, وحنكمل إن شاء الله الحلقة القادمة بقية هذا الدرس. This is the end of the episode. Thank you very much for watching, and good luck for all of you.